اسلام الشاطر، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. ادخل معاك سريعا في اجواء المباراه وتشكيل فريق النادي الاهلي في بعض التغييرات كده. ابدا معاك في حراسه المرمى، علي لطفي خط الظهر من اليمين للشمال، باسم علي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول في المنتصف، احمد فتحي وحمدي فتحي على الاطراف، جونيور اجاييه وجيرالدو وصالح جمعه ووليد ازارو. والاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي مصطفى شوبير، حسين الشحات، رامي ربيعه، عربي بدر، رمضان صبحي وناصر ماهر. خرج من القائمه كل احمد الشيخ وهشام محمد، لكن